طلعي بقى حضرتك، لو طلعت الحكم هتعرفي ان الكلام ده مظبوط. لا ماليش دعوه. 10 سنين حبس. ماليش دعوه. ماشي طب طلع الحكم. انت ملفق لها قضيه؟ ما مكتوب تحرك الكلام حضرتك بتقول مش 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 بالعقل يعني. ده اللي هيبين لك الموضوع ده. طب ماشي اصل انت ملفق لها قضيه؟ انا ملفق لها. ما مكتوب يا جماعه. انا هقدم الورق، هشوف الورق ده وهفحصه. انا بكلمك خلاص ورق ده بقول لك واخده 10 سنين 10 سنين كذا كذا خطفه من الدار كذا 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 10 سنين. هات الحكم حضرتك يا اسيه. ما هو حضرتك عادات ممكن شبه تطلع حضرتك يا استاذ شريف. او النبي مش هيمشي من الحلقه دي حضرتك بعد اذن معاك لو سمحت استاذ شريف. يا استاذ شريف بعد اذنك لربنا لربنا بس بتحاولوا تطلعوا من الحكم. لا ده هيعمل كده بس حضرتك حكم شمس. إيه؟ ما انا ممكن ازعق يا فندم. ازعق عشان اسف. انزل بقى واهدى. انا اسف يا فندم. مش 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 حضرتك اتفضلي. انا اسف. انا مش هكمل غير لما تهدى. حاضر يا فندم. انا اسف حضرتك. انا اسف ان زعقتك. ايه حصل؟ اصل عم تلاقي حد مصدوم وانت حتى جاي حضرتك جاي عليا. ف انا مش اديتك حق الرد. ماشي يا فندم. لسه بقى حضرتك ما كملتش. انا هاجمتك كذبتك. انا قلت لك انا هودي الورق ده هشوفه وهفحصه وهنجيب بقى 10 سنين وهنجيب الحكم. اللي بتقول كده حضرتك كانت معايا قبل راس السنه بيوم بتثبتني عشان عايزه مليون ونص. ما رضيتش اجيب المليون ونص. عملت البرومانج دي. طب البروماجندا دي هي اول مره تعملها؟ عملتها من 5 سنين نفس الفيديو ده من 5 سنين. خلوا الاستاذ شريف برضو يجي نفس الفيديو. وانت بعت لها فلوس ورحت سهرت معاها في راس السنه. وما هو كلامك. ايوه حضرتك. إذن انا بقى اخطف واحده وقطعت والمسدس وشعرت عليها ان انت تكفل الاسم البنت باسمك. حصل لله البنت اللي حضرتك. طب ما ده يبقى تزوير. ما ينفعش. اسمعي طب لا 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 ازاي حضرتك معلش ما خد حضرتك قبل ما تزوير بالعقل يعني. انا سعد لقيتوا الخبر نزلوه. اتفضل حضرتك. اليوم السابع حضرتك مش اي جريده يعني. قضت القاهره قاضي بالسجن المشدد 10 سنوات للراقصه شمس باتهام خطف الطفله. ها يعني انت عايز تقول لي ان شمس هربانه من 2015؟ امال ايه يا فندم؟ وكل شويه تعمل لي البروباجندا دي ادفع؟ تسكت. من 5 سنين عملت نفس البروباجندا دي ودفعت وسكت عشان مش عايز مشاكل وقرق. عملت لها بس دفعت كام بقى؟ كانت المره فاتت 150,000 جنيه. كانت 150,000 جنيه ساعه ما سكت المره فاتت. كل مره بقى 500 دولار 600 دولار حاجات بسيطه كده وبتاع. لما قلت لها طب انا قلت لنفسي ايه بقى؟ طب بقول لك طب مش انت عايز تحل مشكله البنت دي؟ تعالى انا احلها لك. يلا يا بنتي تعالي انزلي عشان نعمل 1 2 3. لا مش هنزل. اديني انت الفلوس ومالكش دعوه. لا 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 يبقى الموضوع موضوع فلوس بقى. هتقولي بقى انا مسكت الدكتور وقلت له اقف عندك كلام مش معه. هتقول بس على العموم ده حكم قضائي وما نقدرش نقول عليه اي حاجه. شفت حضرتك بخطف ايه؟ والورق بخطف ايه؟ هتاكد منه. طب قريت حضرتك بخطف الايه؟ اه ما بكدبش على حضرتك بس ادي كل الموضوع فلوس بس.